احنا اليوم كندشنا اولى لقاءات او الانشطه ديالنا منذ تاسيس المكتب ديالنا النقابي. كنأسسوه بهذا اللقاء اليوم اللي كنعتبروا ان الموضوع ديالو موضوع جد مهم ويتماشى مع المبادئ ديالنا اللي اسسنا عليها المكتب ديالنا اللي هي المصداقيه والواقعيه وكل ما هو يدخل في إطار الديمقراطية وتجسيدها على أرض الواقع. بطبيعة الحال الأمن الوظيفي هو موضوع ذو الأهمية بمكان، وكنعتبروا أن مرتكز أساسي لتطوير العمل وجودة الإدارة وكل المجالات في بلادنا سواء الاقتصادية أو لا الديمقراطية. كنأكد على الديمقراطية لأن الأمن الوظيفي كيعزز العلاقة بين أرباب العمل والمستخدمين أو الأجراء بصفة عامة. طبيعة الحال هذا النهار هذا غنناقشوا فيه، نحاولوا تشخيص هاد الإشكال ونحاول نعطيه بعض الأجوبة القانونية من خلال المداخلات ولما لا يعني توصيات من أجل الإفادة والاستفادة، لأن هذا الموضوع كنعتبروه ركيزة أساسية في ضمان التنمية التي ينشدها المغرب، لأن المؤسسات أو الدول المتقدمة التي تحترم نفسها والتي تؤمن بالديمقراطية كأساس للتنمية فهي لابد من أن تدخل عبر هذا الإشكال اللي عنده انعكاسات كثيرة. سوف نتعرف عليها من خلال معنا تعرفوا عليها معنا في هذا اللقاء إن شاء الله. واليوم كنديروا كنموذج الوضعية ديال المستخدمين في المجلس. نحن كمجلس يعني كمستخدمين قمنا بتأسيس هذا المكتب من أجل أن نكون شركاء حقيقيين للإدارة نحو تطويرها وتعزيز منطقة الديمقراطية والحرية داخلها. وبطبيعة الحال نحن نحدو دائما نحو النماذج التي سبقتنا والتي حققت تنمية، ونحن في إطار واحد الحركية واحد الميساجات أو الرسائل التي بعث بها صاحب الجلالة، ونحن نحاول أن نلتقطها ونجسدها على أرض الواقع بكل قانونية واحترام لمبدأ الواجب والحق في آن واحد. جوستومون حيت كتتجلى بالدرجه الاولى في الامن الوظيفي، لان حنا علاش كنقولوا الامن الوظيفي اليوم؟ لاننا نعاني من اطار قانوني ينظمنا، فعدم وجود نظام اساسي ينظمنا يعني يخلي الاجراء او المستخدمين يعيشون في حاله قلق وحاله لا امن الوظيفي. هذا هو بالدرجه الاولى. بطبيعة الحال حنا اليوم تنظموا واحد اللقاء واحد طاولة مستديرة لمناقشة واحد الموضوع مهم جدا بالنسبة للمستخدمين والمستخدمات ديال المجلس الوطني للصحافة، بمعنى دوك الموظفين الذين يشتغلون تحت إمارات المجلس. وبطبيعة الحال عندهم واحد الوضع اللي هو غير مفهوم، واحد الوضع وظيفي وعلاقة شغلية اللي هي غير واضحة وغير مفهومة، باعتبار أن هذه مؤسسة من المؤسسات اللي تتنتمي للقطاعات ديال الجهاز التنفيذي ديال الدولة واللي تتمول من طرف المال العام، بمعنى من طرف المال ديال الشعب المغربي ديال المواطنين والمواطنات دافعي الضرائب. وبالتالي هذه مؤسسة بعيدة كل البعد عن القطاع الخاص، على الرغم من أنها عندها الصفة الذاتية ديال تسير الاستقلالية ديال تسير الإداري ديالها باعتبار طبيعة المهنة اللي هي الصحافة، اللي من المفروض أنها تكون مستقلة على الجميع. ولكن الوضعية ديال المستخدمين والمستخدمات هي وضعية كيف أكدت على أنها ضبابية غير مفهومة، على اعتبار أنهم تيشتغلوا في إطار قانون الشغل، في إطار مدونة ديال الشغل، وبالتالي تيتعملوا لهم عقود عمل في هذا الإطار هذا وفق مقتضيات القانونية اللي موضوعة داخل قانون الشغل، داخل المدونة ديال الشغل. المدونة ديال الشغل حنا
حنا تنعرفوا بان المدونه ديال الشغل هذه خاصه بالدرجه الاولى بالقطاع الخاص، يعني بالعمال والعاملات والاجراء والمستخدمين الذين يشتغلون في القطاع الخاص في الوقت اللي هادو مستخدمين تيتخلصوا من الميزانيه العامه ديال الدوله، من المال العام، وبالتالي فوضعيتهم الطبيعيه انهم خصهم يكونوا مستخدمين داخل مؤسسه اللي تابعه المؤسسات ديال الدوله، وبالتالي تيخصو يكون عندهم قانون خاص بهم، بمعنى نظام اساسي اللي تنضم هاد العاملين والمستخدمين والمستخدمات في هاد المؤسسه هذه، واللي بطبيعه الحال يشعرهم بالامن الوظيفي ديالهم والاستقرار في الوظيفه ديالهم، وتيوضح لهم العلاقه اللي خصها تكون بينهم بين المشغل ديالهم اللي هو مؤسسه ماشي شخص ولا مجموعه من الاشخاص. في هذا الاطار هذا كاين واحد الاقتراح وتاسس المكتب النقابي ديال الاتحاد المغربي للشغل داخل المجلس، من اجل بطبيعه الحال النضال على هذه القضيه رقم واحد بالنسبه لي، وهو هذا الامن الوظيفي في اطار واحد النظام اساسي خاص بالموظفين ولا خاص بالمستخدمين والمستخدمات داخل هذه المؤسسه هذه. بطبيعة الحال لأنه ما تعرفش شكون هو المصير ديالو، العلاقة الشغلية ما تتكون شيء واضحة، تيكون واحد الضبابية، وتتكون الإمكانية ديال الاستغناء عليه في أي وقت في أي لحظة وبأي موقف، وهذا هو اللي حنا تنعيشه الآن. اليوم حنا في إطار هذا الندوة ونفاجأ بأنه تبلغت واحد الأخت عضوة ديال المكتب وفي النقابة بالإنهاء العقدة ديال الشغل ديالها لسبب بسيط، هذا الانتماء ديالها النقابي، وفي إطار بطبيعة الحال تضييق على الحريات النقابية داخل المجلس الوطني للصحافة، اللي من المفروض أنها مؤسسة اللي تكون مدافعة في الصف الأول وفي الطالعة على الدفاع على الحقوق ديال الناس وحقهم في الانتماء، حقهم في التنظيم كيف ما كان نوع هذا التنظيم، حقهم في الرأي، حقهم في إبداء الآراء ديالهم في مختلف القضايا اللي مطروحة إن داخل المؤسسة ولا خارج المؤسسة. ولكن نفاجأ بشكل غريب جدا، جاتنا صدمة هذا النهار بهذا الفصل، وهو طرد تعسفي، تنعتبروه طردا تعسفيا غير مبرر، ما عنده حتى شيء مبرر ولا مسوغ، لا قانوني لا مهني لا اخلاقي لا تنظيمي لا اي شيء من هذا. وحنا فاهمين وتنعرفوا بانه السبب الرئيسي وهو الانتماء ديالها النقابي، والسبب الرئيسي وهو انه تاسس مكتب نقابي، وبالتالي كاين الهجوم الان على الجميع الاخوان وجميع الاعضاء ديال المكتب وكل من تشم فيه الريحه ديال النقابه والانتماء النقابي في ظرف وفي سياق وطني اللي احنا تنعرفوه، في سياق وطني اللي فيه نقاش كبير على هذه المؤسسة وعلى هذا المجلس وعلى الدور ديالو. هادو مستخدمين ارتأوا انهم اختاروا يكونوا في الاتحاد المغربي للشغل، ولكن للأسف الشديد كاين ناس في هذا المجلس اللي عندهم عقدة من هذا الاتحاد، اللي تيعاديوا هذا الاتحاد بواحد الشكل غير منطقي غير طبيعي، وتيمشيوا الضحية هما هاد المستخدمين اللي انهم اختاروا الاتحاد المغربي للشغل. ربما لو انهم اختاروا شي حاجه اخرى ما نعرف اش غادي يكون المصير ديالهم، ولكن الان جانا كذلك الان انذار للكاتب العام ديال النقابه فقط لانه علق واحد الاعلان ديال هذه الندوه ديال الامن الوظيفي اللي احنا الان تنذكروا عليها، وهذه المائده المستديره اللي احنا غادي ندخلوا ليها دابا واحد بعد الدقائق. دونك هذا هو السياق العام، هذا هو الاطار العام. هذا الشيء تيزيد يخلي هاد المستخدمين انهم يعيشوا واحد الحاله ديال واحد الحاله ديال الذعر، واحد الحاله ديال الخوف، واحد الحاله اللي صعب جدا انك تعمل النقابه في مؤسسه بحال هذه اللي الناس فيها هذا العداء للنقابه كيف ما كان نوع هذه النقابه بهذا الشكل وبهذه الطريقه الممنهجه وبهذا يعني المظالم، بهذه التدخلات وبهذا
الكيد للنقابيين، لانهم اختاروا انهم النقابه، كانوا عادي ما عندهم حتى شي اشكال في الوظيفه ديالهم، في المهام ديالهم، كانوا تياخذوا العلاوات ديالهم، تياخذوا التعويضات ديالهم، كانوا غاديين ما عندهم حتى شي اشكال. بمجرد ما عملوا النقابه ولا عليهم واحد الضغط بشكل رهيب، كاين اللي بدلوا له البيرو ديالو، واحد الاخت حزوها من بيرو لبيرو، واحد وحدين ما عطاوهمش لي بريم التعويضات السنويه اللي عاده تتعطى واللي مشهود لها بالكفاءه ديالها ومشهود لها بالعطاء ديالها، ولكن تفاجأ لانه منتمي نقابيا. واخيرا هاد الاخت ها هما جراو عليها، ها هما قطعوا لها يعني الرزق ديالها، قطعوا لها الخبز ديالها، فقط لانها مرتميه للاتحاد المغربي للشغل، فقط لانها ارادت ان تكون نقابيه داخل واحد الفضاء اللي تيتسمى المجلس الوطني للصحافه. فهذه واحد السابقه اللي ما انا هذه اسبوع تقول لي مثل هذه القضيه توقع داخل هذا المجلس، نقول لك من باب المستحيلات، حتى وان اختلفنا اختلاف اللي ما يمكنش نهائيا انه نتصوروا اننا نوصلوا نطردوا مستخدم او موظف في هذا الاطار هذا لانتمائه النقابي فقط. فهذا شيء اللي غادي نشوفوه بطبيعه الحال، وغادي ندافعوا على التواجد ديالنا، ندافعوا على المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا بكل شراسه وبكل قوه، حتى يحققوا الحقوق ديالهم وحتى يحققوا الامن الوظيفي ديالهم، يشعروا بانهم راهم تيشتغلوا في يعني بطمأنينه، ويعطيو ورغم انهم تيعطيو وتيشتغلوا ليل ونهار وسبت وحد، ولكن اللي داروا النقابه هذه هي الجريمه ديالهم، جريمتهم انهم داروا النقابه. الخصوصيه ديال القطاع ديال المجلس الوطني للصحافه هو انه يعني واحد القطاع كل الانظار موجهه له، سواء داخل الوطن او خارج الوطن، وخاصه من صناع الراي العام، يعني القطاع ديال الصحافه، الصحفيات والصحفيين والممتهنات والممتهنين ديال المهنه ديال الصحافه والاعلام. اش كيعني هذا؟ كيعني بان هذا القطاع، هذه المؤسسه هذه خاصها تكون يعني هي داك لو فاغ، هي ديك هي المناره ديال الديمقراطيه في المغرب. يعني تكون العلاقات مهنيه مثاليه، يكون التسيير ديالها مثالي، وتعطي واحد الاشعاع داخل المغرب وخارج المغرب على شنو هو النموذج المغربي. دونك هذا المجلس الوطني للصحافه خص يكون هو النموذج، هو العلامه، الماركه ديال شنو هو يقدر يكون المغرب. بالتالي اللقاء ديال اليوم حول اللي كتنظموا المكتب النقابي ديال الموظفين والمشتغلين في المجلس الوطني للصحافه، هو حول المآل ديال المطلب ديالهم ديال النظام الاساسي او قانون اساسي ديال الشغيله، على كيف ما هو جاري به العمل في واحد مجموعه من المؤسسات الوطنيه بلا ما نعددها، لان كلها عندها نظام اساسي وتبع الراي العام الوطني. النضالات الكثيره الاخيره ديال الشغيله، ديال التعليم، ديال الصحه، ديال الماليه، ديال واحد العدد من القطاعات، كلها كطالب بنظام اساسي. فبالتالي مطالبه ديال الشغيله ديال المجلس الوطني للصحافه بنظام اساسي هي طبيعيه جدا. التعامل اللي خص يكون معاه خص يكون تعامل طبيعي جدا، يعني حوار داخلي، يعني علاقات مهنيه، يعني اقتراحات واقتراحات مضاده، والوصول لواحد النتيجه بالاجماع وبالتوافق ديال المكونات ديال المجلس. الخاصيه الثانيه ديال المجلس اليوم وهو انه يتنافى مع كل ما قلته في البدايه، يعني رغم ان هو مجلس كيسيروه منتخب، المفروض انه يكونوا منتخب بمعنى هما عصاره ديال عمليه ديمقراطيه، العلاقات لداخل اليوم كتبين بان هناك واحد التوتر، هناك ان ماليز، ان غون ماليز داخل المجلس. هناك طرد ديال مجموعه من العاملين، كان طرد سابقا ديال الموظف، كان طرد ديال الموظفه، واليوم حنايا للاسف يعني كاين ايضا طرد ديال الموظفه. اختارت اللون النقابي اللي كيناسبهم هما يا باختيار ديالهم بكل ديمقراطيه، ولكن للاسف الشديد وجه هذا الاختيار هذا بواحد الممارسات شاده جدا. نقدروا نقولوا بانهم انتظروا القضاء شنو غادي يقول، ولكن حنا كنعرفوا مدونات الشغل،
باعتبار ان الاخوان كتسري عليهم المدونات الشغل، المدونات الشغل كتعرف شنو هو الخطا الجسيم. الخطا الجسيم معروف في المواد ديال مدونات الشغل، كيفاش كنتعاملوا مع الخطا الجسيم؟ كنتعاملوا معه بالتدرج في العقوبات، يا اما الانذار الشفوي، الانذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف عن العمل لمده محدده لا تتجاوز 8 ايام الى اخره. عاد كنوصلوا لانه هذا الاجير راكم عدد كبير من الاخطاء او مباشره قام بخطا جسيم اللي هو معرف في المادة 39 من مدونة الشغل. حتى شي حاجة من هذا الشيء ما كاين في الحالة ديال هذه الأخت، بالتالي هذا كيتسمى طرد تعسفي. طبعا سنهدر كثيرا من الوقت باش تمشي هذه الأخت هذه، إلا ما بغاوش الإخوان يتراجعوا على القرار ديالهم غتمشي للمحكمة، والمحكمة أكيد غتحكم بأنه الطرد التعسفي وغتخرج الأخت التعويضات. هاد التعويضات غادي يتصرفوا من المال العام ماشي من الجيب ديال شي واحد، فهذا إهدار ديال المال، إهدار ديال المال الوقت، وتلطيخ السمعة ديال المجلس وتلطيخ السمعة ديال الديمقراطية في المغرب. كان يمكن لنا هادشي كله نختزلوه ونمشيو بحوار ونلقاو حلول داخلية. واش 7 أو 10 الموظفين يعني عبء ثقيل في التدبير؟ يعني كاين مؤسسات فيها 2000 و3000 و5000 و50000 و250000 ديال الأجراء، هذه يمكن يكون صعوبات في التدبير، ولكن ملي كتكون عندك 10 أو 15 أو 7 ديال الموظفين فالأمر بسيط، وكيمكن تكون علاقات شخصية ودية طبيعية فيها الاحترام والتقدير المتبادل، وتعطي واحد الفعالية في العمل ديال الموظفين وديال المجلس. للأسف حنا بعاد جدا بسنوات ضوئية على هاد الصورة اللي كنوصف لك اليوم. في الحقيقة احنا كنشعروا بقلق، قلق واستياء كبير كاتحاد تقدم النساء المغرب، لأننا شعرنا بأنه ونحن على أيام قليلة من 8 مارس اللي هو تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة، ونحن يعني في ولاية تشريعية وولاية حكومية لحكومة ترفع شعار الحماية الاجتماعية، شعار الدولة الاجتماعية، بل أكثر من ذلك هناك توعدات وتعهدات من طرف الحكومة على ضرورة النهوض بوضعية النساء وضرورة صيانة حقوق النساء وصيانة مكتسباتهن. عندنا التزامات في الحقيقة لبلادنا وطنية ودولية. اليوم يتم يعني الانتقام من موظفين أرادوا فقط لأنهم اختاروا الانتماء النقابي والحرية النقابية. اليوم كاين تضييق كبير على هذا المكتب النقابي داخل هذه المؤسسة اللي كان عندنا الأمل، وأملنا كان كبير في الحقيقة هو أن هذه المؤسسة تقطع مع واحد المرحلة ديال الفوضى وديال عدم التنظيم ديال القطاع الصحافة، وبصح تأسس لنا لمرحلة جديدة ديال التنظيم ديال هذا القطاع. للاسف انها هذه المؤسسه وهذه اللجنه التدبيري، هذا المجلس الوطني اللي هو مؤقت في الزمان واللي جاء في واحد المرحله غير انتقاليه في انتظار مأسسة ومقرطه هذا القطاع، للاسف نفاجئ بانه ما استطاعش انه يدبر حتى واحد الخلاف داخلي وواحد التدبير لموظفين عدد ديالهم قليل بزاف. وللاسف انه ملي كنجيو نشوفوا هذا القرار اللي تبنى اليوم ديال هاد الاخت اللي تم الطرد ديالها من داخل هذه المؤسسة، ما نبنيش نهائيا على أسس قانونية، وكيبان بأنه فقط في انتقام. هاد الأخوات وهاد الإخوان شنو كان عندهم مطلب وحيد وأوحد، هو نظام أساسي اللي كينظم العلاقات المهنية بين الموظفين بين المستخدمين وبين هاد الإدارة ديال هاد المؤسسة. للأسف إذا كان هذا هو الجواب ديال إدارة هاد المؤسسة برئاستها وبالمسؤولين ديالها على هاد المكتب النقابي اللي كان فقط المطلب ديالو هو تنظيم هاد العلاقات المهنية هو نظام أساسي، فنحن نتخوف على مستقبل بلادنا في الحقيقة، نتخوف على وضعية النساء خاصة في العلاقات المهنية الهشة. إلا كان المطلب ديال النظام الأساسي هو تنظموا هذه العلاقات، كيبان بأن القرار اللي خد اليوم خدته هذه المؤسسة في حق هذه الأخت ديالنا كيبين بأنه ملي كتكون علاقات هشة داخل مهنية، فبالتالي كيعتبر بأنه صاحب هذه المؤسسة وإن كانت تنتمي إلى القطاع العام وإن كانت أنها عندها مسؤولية على مستوى يعني العمومي، فللأسف الشديد كيبان بأنه كيعتبروا هذه المسؤولين بأنه هذه غابة ماشي مؤسسات كيديروا فيها ياخذوا فيها قرارات عشوائية غير قانونية. وبالتالي احنا غنناقشوا اليوم اولا هذا الجانب، لانه كما قلت لكم في البداية كان عندنا قلق كبير من اوضاع ديال هذه المؤسسة هذه، وثانيا غادي نناقشوا النظام الاساسي والحاجه لهاد الموظفين وهاد المستخدمين لنظام اساسي ينظموا العلاقات المهنيه كيفما كانت القرارات ديال المسؤولين على هاد المؤسسه على راس هاد المؤسسه.